السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. وبالنسبة لما حصل معنا ففي صباح يوم الخميس أو البارحة في الساعة 2:30 فجرا سمعت صوت طيران التحالف وشعرت باختراقه جدار الصوت في حوالي بعد الساعة 2:30 فجرا. أتاني شعور أنه سيضرب بناءنا الذي نسكن فيه، وهو بناء مكون من 5 طوابق. كانت ليلة جميلة مع أطفالي 7، حمزة، أسيل، ويان، بيبرس، لين، ورند، وريماس. قضينا ليلة جميلة معا، صلوا معي العشاء وقرأنا وتوعدنا على الاستيقاظ مبكرا لصلاة الفجر كما هي العادة. ذهبوا إلى النوم، بقيت في غرفتي أقرأ قليلا وأتابع أموري. ثم في الساعة 2:30 سقط صاروخ من طائرة بدون طيار، فتحولت البناء إلى أنقاض. بالنسبة لي قدر الله لي أن أبقى على قيد الحياة، حيث أن أنقاض المبنى كلها تراكمت فوقي، ولكن كان تصدع جزء من البناء المتصدع قد سند السقف ومنعه من الإطباق على قلبي وعلى صدري. بعد 2:30، بعد حوالي 2 ساعة من الإصابة، انتشلني عناصر الدفاع المدني وأخذوني إلى المشفى. وبعد التصاوير والفحص الطبي تبين وجود كسر في الركبة اليمنى وأمور أخرى صحية أتعالج منها حاليا بإذن الله تعالى، وفي طريق للشفاء تام. وبقي جرحنا في القلب لله الحمد. طبعا كنت قد سمعت صراخ أطفالي وأمهم بينما كانوا يموتون تحت الأنقاض. الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا. هذا أخي محمد أبو عبادة، مهندس مدني، عمره 42 عام. بجانبه ابنه قتادة عمره 3 سنوات، ثم عبادة 15 عام، ثم طفلة عمرها 20 عام، ثم هذه اسمها رغد عمرها 11 عام. هؤلاء عائلته. بقيت زوجته اسمها ولا عبد واحد. هؤلاء أبنائي 7. هذا بيبرس، هذه ريماس، هذه أسيل، هذه رند، هذه وئام، هذا حمزة، هذه لي. هؤلاء أطفالي. أخي الكريم، نحن نسكن في مبنى يضم مدنيين، مدنيين فقط لا غير. يعني فمثلا تم قتل 32 ضحية في هذا الهجوم، كان منهم 3 رجال فقط. هم أخي المهندس محمد السايح عمره 50 عام، مع زوجته المدرسة علا عبد الواحد، وأولاده جميعهم، عبادة أكبرهم عمره 15،
ولديه طفلة عمرها 20 يوما فقط، وقتل في هذا البناء الرجل الآخر عمره 75 عام، وقتلت النساء والباقي كلهم أطفال. لا يوجد أي تواجد عسكري، لا توجد طلقة، لا توجد بارودة، لا يوجد شيء أبدا. كل ما هنالك أنهم أطفال ونساء أبرياء اختاروا العيش اختيارا إلى جانب شعبنا الجريح. إن عائلتي رفضت الخروج من هذه البلدة. هذه بنتي، بنتي لين، الله يتقبلها بين أخواتها في طريق إلى الجنة. هذا جسد بدون روح، رحلت الروح إلى الجنة بإذن الله تعالى. ودعتها ودعت أخوتها ودعتهم عند الله. خلاص يا الله.